وفي زمان الفتن كثير من الناس لا يبالون بما يأكلون وما يشربون، لا يبالون بما يدخلون به أجوافهم ولا بطونهم ولا بطون أبنائهم. ورضي الله عن الصالحات كما قرأنا في كتب السير، كانت المرأة الصالحة تقف على الباب صباحا وتقول لزوجها وهو خارج إلى العمل: يا فلان، اتق الله فيما نأكل وفيما نشرب، إننا نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على نار جهنم. نعم.